عندي واحد الإعاقة اللي هي ديال ضمور العضلات اللي كنعاني منها شلل على طول الحياة، واللهم لك الحمد 20 عام ديال الإعاقة وبخير على كل حال الحمد لله. رغم الإعاقة كنتحدى وكنخرجو كنديرو كلشي يعني الحمد لله على كل حال. رغم الإعاقة الحياة كتستمر مخصهاش توقف. ملي شفت 13 عام صافي جلست في كرسي متحرك تصبت بالشلل، الحالة غادية وكنزيد تدهور. مشيت قريت في كملت الابتدائي في مدينة الخميسات، وبحكم قريت الابتدائي كملتو طلعت الإعدادي بالدروج قريت واحد العام. في 2006 قطعت عن الدراسة لسبب كاين الدروج بزاف والولوجيات والو صافي أشت ووقفت القراية. بديك الساعات ديك الساعة حنا في معاناة وكنعيو الكاتب والجهات المعنية ونعاودو على المعاناة ديالنا، حتى شي واحد ما كيستجب للطلبة ديالنا والو ما كاينش. فالظروف راه الإنسان صعيب باش يوفر شي حاجة، وهادي لاباري لاباري كتاكل الضو بزاف، كتجي 1000 درهم 1000 المهم كل مرة شحال كتجي 500 درهم كتجي الضو غالي بزاف. كيما كنعاني والمهم كنخلصو وصافي اش غادي نديرو، حيت هاد لاباري راه كتطلب بزاف ديال الضو وكنت كاريها بشي 1500 درهم. دابا عندي وحدة كنديباري بيها، كان هاد لاباري هاد الآلة هادي اللي كنستعمل راه كدير أموال باهظة تقدر توصل حتى إلى 10 المليون 15، ولكن اللهم لك الحمد. المهم دابا حنا كان المهم حنا عايشين اللهم لك الحمد القدرة الإلهية. أنا كنعيش في فاس ما كاين لا ولوجيات لا وسائل نقل لا حتى شي حاجة، ما كاينش شي واحد كيدق عليك في الباب ولا شي واحد يفكر فيك ولا السلطات المعنية بالأمر ولا الطريق مريقلة ولا كتدخل غير القهوة كتلقى الدروج، تمشي الحمام كتلقى الدروج، يعني كتلقى المعاناة بزاف. واش الإنسان في حالة إعاقة وغادي يجي ويخصك شي واحد كربعة ديال الدراري يهزوك بيك من الكرسي ويطلعوك باش تقضي شي مسائل ولا تقهوى ولا، يعني انت كتحس بواحد الحكرة. مؤخرا جات واحد انسانة في الرشيدية قلت لها واش تقبلي تزوجي بي على سنة الله ورسوله، تقبلي لي وريتها الإعاقة ديالي والمواضيع وكل شيء، وجات وجلست معايا 3 شهور ودرت بها الوراق على سنة الله ورسوله. في التالي تخلت عليا لسبب الله أعلم، تخلت عليا يعني خدعتني ودمرت لي الحياة ديالي. أنا قلت غادي نرتاح وفرحت، وفي التالي كنتفاجأت صدمت بحكم رفضت قالت لي الطلاق، وانا جبتها قلت لها بغيتي واش بغيتيني ولا بغيتينيش، يعني ما بزيت عليها ما حتى شي حاجه بوالديها هضرت معاهم حكم الحاله ديالها الفقر. قلت لها انا ماشي مشكل انا انسان على قد الحال، المهم تقبلي عليا، المهم حنا كنعيشو نكتب الله كناكلو هادي اللهم لك الحمد. جاتني الفكره باش ندير قناه في اليوتيوب لان الفئه ديال الاحتياج خاصه كتعاني. كندخل مواقع في فيسبوك كنلقى بعض الحالات كيبكي والمعاناه، وانا بيدي كنعيش المعاناه، يعني ما كاينش اللي يديها فيك بغير الام ديالك. كنهضر على المواضيع ديال الفئه ديال الاحتياج الخاصه شنو كتعاني، كنحسب الولوجيات، كنحسب وسائل النقل، على الانسان في حاله اعاقه وبغى يتزوج شنو خصو، هادي التوجيهات باش تقبل على شي وحده، وخصو تعطي شي فكره المغرب باش يعرفوا الناس هاد الفئه فين كتعيش. كان بغيت نخرج الصوت ديالي للمغاربه باش ما يقولوش راه الفئه كيشوفك انسان غادي في الطريق في صحه جيده، كيقول هاد الانسان راه بعد كيفاش هادي هادي، ولكن ما كيشوفوش المعاناه اللي كتعانيها. كان ما قراش بحال ماشي محسنين ولا هاد الجهه ديال كانت الدوله ديالنا كدير لي شي مدخول شي حانوت شي حاجه باش ندبر في شي دار ونكريها ونقدر نخلص الكرا في الشهر، بغيت شي دار وباش نبقى نقدر نخلص الضو كيجي لي غالي بحكم عندي هاد الارض ديال التنفس. وما كرهتش شي انسان هكا طوع ودير فيا شي اجر وتجي تقابلني على سنة الورثة وتقبل هادشي اللي كاين.